كتهضر غير في المطلقات الدار البيضاء. يعني الحمد لله عنده ان سكسي دابا في المغرب كامل في القاعات السينمائيه، لاننا اشتغلنا على واحد التيمه اللي كتهم الاسره المغربيه بالدرجه الاولى، اللي هو الطلاق. والطلاق دائما هو مضر للعائله ومضر للاسره، ماشي غير الكوبل بوحده، ولكن حتى الاطفال كيضروا اكثر. يعني كيف ما بغى يكون مستواك الاجتماعي، ملي كيكون هذا الزلزال في العائله فكيكونوا مخلفات خايبه. الفيلم الان لقي نجاح كبير في القاعات، تقبلوا الجمهور، وباقي ان شاء الله يصمد لاسابيع اخرى. ان شاء الله يا ربي، لان دابا حنا في النيغوسياسيون ديال مجموعه ديال الاعمال، غنكون حاضره ان شاء الله في رمضان 2024. سنة سعيدة لكل المغاربة فينما ما تواجدوا، داخل المغرب خارج المغرب، سنة مليئة بالأفراح وبالمسرات ومزيد من الازدهار لكل المغاربة. إن شاء الله يا ربي دائما الله يلاقينا على خير وبخير.